شفنا في الفقرة السابقة أن كل من التنفس والتخمر يعتبر آلية لهدم الجليكوز، كنستعملوا الواحدة أو الأخرى حسب توفر أو غياب الأكسجين. بين هاد الآليتين أو لهاد المسلكين لهدم الجليكوز مرحلة مشتركة كتسمى انحلال الجليكوز. غادي نشوفوا فيما يلي المراحل ديال هاد الانحلال هذا. طبيعة الحال المنطلق ديالنا هو جزيئات الجليكوز اللي كنعرفوا الصيغة ديالها C6 H12 و 6، هذا جليكوز. هذا الجليكوز هذا باش يبدا يتهدم لينا، رغم اننا كنبحثوا في النهايه على طاقه، الا اننا كنستعملوا طاقه لاستخلاص هذه الطاقه. اذا اول مرحله كيغتني لينا الجليكوز بجزيئات فوسفور، وذلك انطلاقا من السكر ثلاثي الفوسفات اللي تكلمنا عليه قبل قليل اللي هو ATP. اذا انطلاقا من جزيئات ATP كياخذ لينا الجليكوز فوسفور واحد وكيعطينا جزيئات ADP. هاد انتزاع هذا ديال جزيئات الفوسفور كيحولنا الجليكوز من جليكوز عادي الى جليكوز فوسفات. مجددا هاد الجزيئه هذه باش تزيد تقدم لنا في مراحل الهدم كتنتزع لنا جزيئات فوسفور اخرى من جزيئات ATP اخرى، وغنحصلوا على نتيج هو فريكتوز ثنائي فوسفات. بعد ذلك الفريكتوز ثنائي فوسفات كينشاطر تلقائيا وكيعطينا سكرين اللي هما الجليسير الديد فوسفات. هذا السكر هذا كيخضع لنا لعمليه انتزاع الالكترونات وبروتونات H+ اللي كيقوم لنا بالنقل ديالها هو نواقل الالكترونات والبروتونات اللي شفناهم قبل قليل، جزيئتي NAD+ و FAD+ اللي غنقوم لنا بدور النقل في هذه اللحظه هذه هو جزيئات NAD+. اذا بهذا الشكل هذا هاد الانتزاع هذا ديال جزيئتي او عفوا البروتونين H+ والالكترونين كيكون مصحوب باغتناء بفوسفور. اذا هنا عندنا فوسفور وهنا ايضا عندنا فوسفور، الشيء اللي غيحول لنا السكر ديالنا الى نوع اخر من السكر. اذا كنطلقوا من الجليسيرالديد فوسفات الى الحمض الجليسيري ثنائي فوسفات. الان المرحله الاخيره من انحلال الجليكوز هي المرحله اللي كيتم على مستواها انتاج طاقه مباشره في شكل ATP. فهذه اللحظه هذه تحول ديال الحمض الجليسيري غيعطيني الجزيئه النهائيه لانحلال الجليكوز اللي هي حمض البيريفيك، وغادي نحصلوا انطلاقا من جوج ATP على جوج ATP، وذلك بفضل او انطلاقا من كل حمض جليسيري واحد. بهذا الشكل هذا كنحصلوا على حمض بيريفيك وكتشكل لنا جوج ATP انطلاقا من جوج ADP. بهذا الشكل هذا كنكونوا هنا مراحل ما يسمى انحلال الجليكوز، اللي قلنا انطلاقا من جزيئات جليكوز كنحصلوا على جزيئتين من حمض البيريفيك وفق عده تفاعلات كيتم خلالها استعمال طاقه في شكل ATP، وايضا في النهايه انتاج طاقه في شكل مباشره في شكل ATP وغير مباشره في شكل جزيئات NADH2 اللي غتخضع لنا لعمليه الاكسده على مستوى السلسله التنفسيه كيف ما غنشوفوا في اخر فقره من هذا الدرس. إذن بعد هذه المرحلة هذه اللي شفنا قلنا مشتركة ما بين كل من التنفس والتخمر اللي هي انحلال الجليكوز كينتج لنا جوج الجزيئات ديال حمض البيريفيك. هاد الجزيئات هادو في حالة غياب الأكسجين كيتفاعلوا في إطار ما يسمى بالتخمر. التخمر قلنا باللي فيه جوج ديال الأنواع، ممكن يكون تخمر كحولي كيف ما ممكن يكون تخمر لبن، كحولي
الياباني. التخمر الكحولي كنعرفوا باللي كيعطينا جزيئه ديال الايثانول بالاضافه لثاني اكسيد الكربون، ثم بالنسبه للتخمر اللبني كيعطينا الحمض اللبني حسب التفاعلات اللي غنشوفوا الان. اذا حنا قلنا باللي عندنا جوج الجزيئات ديال الحمض البيريفيك اللي الصيغه ديالو هي سي اش 3 سي او سي 12 كيتفاعلوا باش كيعطيونا الايثانول اللي هو سي 2 اش 5 او اش. بما ان عندنا جوج ديال الجزيئات متفاعله كتنتج لنا جوج الجزيئات زائد جوج الجزيئات ديال ثاني اكسيد الكربون، وبالتاكيد جوج الجزيئات ديال اي تي بي اللي قلنا هي جزيئات تقيه قابله للاستعمال مباشر من طرف الخلايا. بالنسبه للتخمر الثاني اللي هو تخمر لبني انطلاقا من نفس المكونات اللي هي جوج الجزيئات ديال الحمض البيريفيك، كنحصلوا في هذه الحاله على جوج الجزيئات ديال الحمض اللبني اللي هو سي اش 3 سي اش او اش سي 12 اش زائد جوج ا تي بي. في الحاله الثانيه اللحظه اللي كيكون عندنا الاكسجين، جزيئات حمض البيريفيك الناتجه عن انحلال الجليكوز كتفاعل بوجود الاكسجين باش كتعطينا الماء بالاضافه لثاني اكسيد الكربون، اضف الى ذلك طاقه كبيره. التفاعل الاجمالي ديال التنفس هو كالتالي، تنفس. اذا غنديروا بشكل مباشر الجزيئه ديال الجليكوز سي 6 اش 12 او 6 بالاضافه للاكسجين، كنحصلوا على ثاني اكسيد الكربون وكنحصلوا على جزيئات ديال الماء بالاضافه لطاقه كبيره اللي كتمثل في 38 ATP. المعادله اللي بغينا نوازنوها خصنا يكون عندنا 6 ديال جزيئات الاكسجين وكنواتج 6 ديال جزيئات ثاني اكسيد الكربون و6 جزيئات ديال الماء. هذه اللي كتشوفوا معنا هنايا في السبوره هي المعادله الحصيله لعمليه التنفس. التنفس كيف ما غنشوفوا في الفقره المواليه كيدخل فيه عضي مهم اللي هو الميتوكوندري اللي غنشوفوا جميع الادوار ديالو ثم البنيه ديالو.